الجيش السوري يحرز تقدما كبيرا في مدينة حمص وسط توالي الأنباء عن توجه للمجموعات المسلحة للانسحاب من حمص بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة والاتجاه نحو مناطق الشمال السوري. يحقق الجيش السوري تقدما كبيرا في الغوطة الشرقية ومدينة حمص في ظل تجدد الخلافات بين ما يسمى الجيش الحر وجبهة النصرة. مصادر سورية توقعت أن تسقط حمص في غضون أيام آخر مناطق المسيطر عليها في هذه المدينة من قبل المعارضة السورية. وقالت مصادر دبلوماسية وأخرى في المعارضة السورية أن المجموعات المقاتلة قررت تسليم المدينة للجيش السوري. المصادر تصف هذه الخطوة بأنها تمثل نصرا استراتيجيا ودعائيا للجيش السوري، وهي ستعزز سيطرته على الطريق التي تربط دمشق بساحل البحر الأبيض المتوسط، في حين اختارت المعارضة على ما يبدو أن تتخلى عن حمص من أجل توطيد سيطرتها على المناطق الرئيسية الأخرى في الشمال بالقرب من دمشق. ووصل الجيش السوري ملاحقة المجموعات المسلحة في قريتي الزارة والحصن بريف محافظة حمص وقضى على أعداد كبيرة من أفرادها. وذكرت مصادر عسكرية أن وحدات من الجيش السوري أوقعت العديد من القتلى والمصابين لدى استهدافها تجمعات الإرهابيين في كل من القصور والمصابغ وفي باب هود وبيت الصويس والمشجر الجنوبي على اتجاه تلبيسة والقرابيس والحميدية والورشة والغمط والرستن وعيون حسين وبيت حج والعمرية. وعلى حد سواء لازالت عناصر المعارضة إلى تراجع في الريف الدمشقي وخاصة في الغوطة الشرقية، حيث نفذت وحدات من الجيش السوري كمينا محكما لمجموعة إرهابية مسلحة جنوب مدينة ضمير تسللت من الحدود الأردنية، ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين ومصادرة أسلحتهم من مدافع وقواذف أربيجي. في المواقف الدولية، دعا المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إلى الكف عن متاجرة بقصدية استخدام السلاح الكيميائي في سوريا والعمل بدلا من ذلك على توفير الظروف للتحقق من صدقية المعلومات التي تتحدث عن هذه المسألة، لافتا إلى أن الحكومة السورية مستعدة لذلك. وفي شأن متصل، رأى مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محاولات الغرب تسليح المعارضة السورية ليشكل بداية جيدة لعقد مؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية.